بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي. والنهارده هتكون مباراه صعبه جدا 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 ومهمه جدا 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 بين النادي الاهلي ونادي المريخ السوداني في الجوله الخامسه من دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا. ماتش مهم، ماتش صعب على الفرقتين، ولكن احنا طبعا كنادي اهلي بندور فيها على المكسب. ليها تاثير كبير جدا 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 ماتش النهارده في فرص صعود نادي الاهلي او نادي المريخ. طبعا الحسم مش النهارده، الحسم تاجل للمباراه الاخيره، ولكن بنسبه كبيره جدا انت ان شاء الله باذن الله في حاله فوز النادي الاهلي يحسم الامور بصوره كبيره جدا قبل مباراه الهلال السوداني ان شاء الله يوم 2 ابريل. قبل ما نروح الماتش النهارده نتكلم حاجه بسيطه كده بس عن موضوع الاشاعات واللي بتطول لا تطول سوى النادي الاهلي. يعني مروجي الاشاعات دولت طبعا اي حاجه عن النادي الاهلي بتشد، اي حاجه عن النادي الاهلي بتسمع، فهو عايز الناس تتفرج عليه او عايز الناس تتابعه او عايز الناس تشوف هو بيقول طالما فيها النادي الاهلي. كلها كده، كلها وحاسبة لحضراتكم بعد كده. يعني هو اسم الاهلي بيعلي اي حد، بيعلي برنامج، بيعلي موقع، فعلا هو ده صح وامر مؤكد. لكن لما تيجي حضرتك تقول معلومه يبقى لازم المفروض طالما بتتكلم عن النادي الاهلي تقول معلومه صحيحه، مش شائعات ولا شائعات لغرض معين، لغرض معين. يعني احنا خلصنا من موضوع تجديد مستر موسيماني، دلوقتي دخلونا في حاجه تانية، ان تقريبا كل يوم كل يوم تقريبا بيضموا لعيب جديد للنادي الاهلي. يعني هم في الاسبوعين اللي فاتوا دول او في الاسبوع اللي فات ده جه للنادي الاهلي 20 لعيب. النادي الاهلي فوض تقريبا 50 هيجيبوا منهم 20، خلاص مصر وبره مصر. والنادي الاهلي خلي بالكم، النادي الاهلي ده اللي بيقولوه طبعا اللي ماسكين المواقع او ماسكين البرامج، يقول لك عن النادي الاهلي وصرح مصدر مسؤول، وعن مصدر مسؤول عرف منين؟ الله اعلم. يبقى النادي الاهلي وادارته اخر ناس تعلم، اخر ناس تعلم بالمفاوضات. زي موضوع مستر موسيماني، قعدوا يقولوا ده جاي مدربين، ده النادي الاهلي جاب مدرب الماني. واحد من ضمن الحبايب يعني قال لك ده انا بنفسي في الحته الفلانيه النادي الاهلي جاب مدرب وقاعدين في الترابيزه رقم كذا والموضوع خلص خلاص. يعني اي كلام وخلاص، اي معلومات وخلاص، بس عشان ايه؟ عشان تشد، عشان تكذب، عشان انت بتتكلم عن النادي الاهلي. بس احنا قلنا المره اللي فاتت خلاص ملف مستر موسيماني انتهى، اكيد هيشوفوا حاجه تانية. اتكلمنا حتى الاستوديو اللي فات في كده، اكيد هيفتحوا ملفات تانية، اشاعات تانية، شويه مره مره اصابات. نتكلم بقى على موضوع الاصابه، وطبعا يعني حاجه تضحك موضوع بيرسي تاو. حصل ان بيرسي تاو من 3 ايام مواقع، بعض المواقع وبعض البرامج قالت لك ان بيرسي تاو اصيب في التمرين وخرج وما كملش، وبيرسي تاو عنده اصابه مزمنه. النادي الاهلي لم يعلق ولا مسؤول في النادي علق، بس التعليق كان تاني يوم بقى. صوره بيرسي تاو وهو بيتمرن مع اللعيبه في النادي الاهلي. قول لي بقى شكلك انت ايه؟ اللي قال لك عنده اصابه مزمنه، ده جاله مزق، ده اشتكى مش عارف من عضله ايه. طيب اهو الراجل تاني يوم اهو في التدريب. هو انا لو عندي مزق هعمل الحاجات ديت؟ ده في التدريب تاني يوم على فكره. يعني نسمع ونشوف حاجات وتلاقي الكلام ده مش موجود اصلا جوه النادي الاهلي. مشوا نص الفرقه، اصابات لنص الفرقه، ودوا اللعيبه انديه ثانيه. يعني خلاص، يعني قال لك ده رايح في الحته الفلانيه وده رايح في الحته الفلانيه وده رايح في الحته الفلانيه، ومستر موسيماني مش مقتنع بالراجل ده، ومستر موسيماني اتكلم وقال انا مش عايز ده السنه الجايه، لا الفتره اللي جايه دي مش بتاعته. طب هو لو انت معلوماتك صح، سعادتك مش تقول مصدرها. طيب يعني قول مثلا انت بتقول ايه؟ صرح مصدر في النادي الاهلي، مين المصدر ده؟ لو انت متاكد مين المصدر؟ مش ده النادي الاهلي، مش ده النادي الاهلي. يعني لا اللعيبه تعرف ولا النادي يعرف ولا المسؤولين يعرفوا،